خلوني ان انا يعني اوجه لكم الشكر، معالي الامين العام واستاذي اللواء طلحه اللي احنا نقدره ونبجله ونحترمه لعلمه. يعني احنا من الجيل اللي اتعلمنا من، وانا يعني هتكلم الاول، اقول الهزيمه امتى؟ الهزيمة عندما تقبلها، الهزيمة عندما تقبلها. أنا عايز أقول لكم إن حالة الهزيمة كانت حدث هزيمة في الميدان العسكري، أنا بتكلم على 67، لكن خلي بالكم حالة التحدي القومي كانت يوم 9 يونيو عندما خرج المصريون 9 يونيو، مش كده؟ عندما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقالوا لا. أنا عايز أقول إيه؟ ده كان أمر بالنسبة للواقعة، الواقعة الهائلة بتأثيراتها الضخمة جدا على مصر وعلى الجيش وعلى حتى الأمة العربية كلها، كان هائل. لكن بالرغم من كده المصريين خرجوا ومحدش يشوه الفكرة دي، لأن في ناس كتير يقول لك إيه دي كانت مترتبة، دي كانت مترتبة الخروج. لا، المصريين خرجوا عشان يقولوا ان مش قابلين الهزيمه والجيش خلصان والاسرائيليين موجودين في سيناء كلها. اذا اول نقطه عايز اقولها لكل من مهتم بالقضيه وعايز يعرفها، القضيه مش بدات في 73، القضيه بدات في اعقاب الضربه، في وسط حاله الالم والهزيمه خرج المصريين وقالوا لا احنا مش هن، واستحملوا من 67 ل 73 ظروف هائله وضخمه على كافه المستويات. صحيح كان في دعم عربي، لكن كل موارد مصر، كل موارد مصر تم تخصيصها لصالح المجهود الحربي. ولكم ان تدركوا ان الشعب المصري في الوقت ده كان يعني بيخرج يجيب حاجته بالطابور، بالطابور للناس اللي هي القضيه بتاعت الوعي اللي أنا أقصدها إيه؟ إن غياب المشاهدة، غياب الحضور اللي بيتكلم غير اللي عاش، فأنت عايز تقول للي بيسمع أنت ما شفتش ده، لازم حد يدوقهم، مش يعني يدوقهم بالحكاية بعمقها، حجم الجهد والإصرار اللي حطوه المصريين عشان رفضا للهزيمة. وأنا عايز أقول لكم ممكن يكون الكلام ده أدهش الإسرائيليين نفسهم، كانوا متوقعين إن الموضوع ده هيترتب عليه إن فعلا هيخرج من المشهد في مصر رئيس مصر. وهقول للناس في مصر تعرف إن كان أنا في تقديري، ويمكن ستلاقوا طلح يبقى يعني ياخد ودي معايا في دي، أنا كنت بعتبر إن أحد عناصر قوة الدولة الشاملة في مصر في ذلك الوقت هو شخص الرئيس، هو شخص الرئيس. وبالتالي كان تحدي آخر في سنة 70 عندما توفى الرئيس جمال عبد الناصر، ده كانت ضربة كبيرة جدا جدا وكانت قاسية جدا جدا على وجدان الشعب المصري. النقطة الثالثة اللي عايز أقولها في المسألة ديت، إن إحنا كنا بنتأثر بالبيئة الدولية اللي موجودة، وكان في صراع بين قوتين عظميتين، القوة متمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الأخرى متمثلة في الاتحاد السوفيتي. لما أنا أقول لكم ده دلوقتي، أنت ما تقدرش، الجيل اللي معاش وشاف الحكاية ديت ما يقدرش يقول تأثيرها على مجريات الأحداث إيه؟ يعني كانت إلى حد ما، إلى حد ما أو إلى حد كبير يمكن، كانت بيقرر مصائر الدول على المباحثات اللي بتجريها هذه القوة العظمى اللي هي الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. الكلام ده اتغير بعد 90 91 وحصل حاجات تطورات كتير، لكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده كان ده ليه تأثير كبير جدا على استعادة قدرتنا وبناء قدرتنا
اللي تمكننا من ان احنا نستكمل المهمة ونستعيد أرضنا. نقطة مهمة أوي أنا عايز أقولها، يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم عن الموضوع. لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف إن مصر مش انتصرت، مصر قفزت، مصر قفزت.